بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد عبد الله الصادق الأمين. اليوم يا جماعة هنا في تورنتو بيقول لك إنه بيكون عواصف شديدة جدا، وإحنا اضطرينا إن إحنا نخرج لأنه معانا موعد للدكتور. فشوفوا الآن كيف الثلج، يعني حتى السيارة، أنا قبل شوية كنا بنصور ولكنه مع الفحص والهذا اضطرينا نقفل البث. فالآن شوفوا كيف الطريق والثلوج وال لا إله إلا الله سبحانه، طحس شديد. يعني بس الآن لما توقف عند علامة الستوب هذا بعض الأحيان تتحس السيارة إذا كنت مسرع، وإذا تحس السيارة تتزحلط. ففي عندهم حاجة اسمها الوينتر تاير، اللي هي التواير تبع الشتاء. هذه يعني بتكون كويس للسيارة في الموسم هذا، بس تضطر إنك تغيرها في الشتاء وفي الصمر ضروري تبعدها، يعني ما تقدرش انك تستخدمها. ففي هذا بس في شيء ثاني الذي انا مركب عندي، يعني اللي يسميه يقول لك all season، يعني كل المواسم. هذا كل المواسم ما بيكونش يعني ما قوي يعني من ناحية الثلج يعني، ولكنه بيكون لا بأس فيه يعني. على العموم هذا شوفوا الآن هذه مناظر من الشوارع كيف فيه، رغم انه طبعا كل شوية تيجي سيارة اللي تبع الثلج وتنظف، كل شويه تجي سيارة، يعني اعتقد كل نص ساعه او كل ساعه حاجه زي كذا. شوفوا على زحمه. فطبعا رغم هذا كله زي ما قلنا لكم بيرجع الثلج ويتعبى ويرجع، بس مهما كان قلنا لكم ضروري انه القلاب هذا حق التراك حق الثلج ضروري يجي ينظف. يعني شوفوا الان هذه سياره اسعاف، هذه يعني والله قد في حادث ولا شيء. ضروري انه واحد يمسك السكان صح، يعني في الثلج ما ينشغل بيده في شيء ثاني ابدا، ضروري يمسك صح. لانه طحس، شوفوا كيف انا ماسك السكان ثنتين، لقي ضروري صح عشان الطحس، لانه اذا طحست السياره ضروري تتحكم فيها عشان تثبتها، يكون تثبيت. شوفوا اليوم هذا قد حذروا عنه انه المفروض ما تخرج من وسط البيت من العواصف، ويمكن عدوى الان يعني لا باس، بس يمكن في الليل عدوى يمكن يكون اخس يعني. فالله يستر. بس يا شوفوا القلابه حق الثلج، هذيك قلابه الثلج. شوف انا بحاول اصور يعني شويه كذا عشان اوريكم كيف الطرق في ايام الثلج في ايام العواصف، وكيف يعني كيف السواقه تكون. طبعا صح رغم ان هذه سرعه 60، بس مش ضروري تسرع 60، بس اذا كانت الطريق هكذا كذا نظيفه ما في ثلج ممكن تزر شويه يعني ما تسرعش كثير، لا بأس يعني تحرك شويه. لانه هنا اذا مسكت بريك الان ما بتحط السياره، لانه الطريق زي ما بتشوف شويه صافيه في الوسط، يعني في جهه التايرين يعني بيكون اسود زي ما بتشوف اللون اسود. اذا مسكت بريك عادي لانه ما في ثلج يعني في هذا الطريق، بس اول ما تشوف في ثلج كثير ما تحاول تمسك بريك سريع ابدا، ضروري البريك دلادل على شويه. شوف الان طبعا الثلج بينزل بس مش كثير قليل لا باس فيه، بس اليوم زي ما قلنا لكم حذروا العواصف يعني. الآن احنا رايحين موعد دكتور، في بعض الدكاترة اللي هم الأخصائيين إذا ما حضرت الموعد يدفعوا غرامة حدود $50 إلى $70 أعتقد، إذا ما حضرت الموعد إذا هو دكتور أخصائي، وإذا كان دكتور عادي ما هو أخصائي فما فيش غرامة. وأيضا بعض الأخصائيين يعملوا له غرامة وبعضهم ما يعملوش غرامة، يعني بيعتمد يعني. مثلا الان عدلوا في هانا لو تشوفوا في الارض في ثلج، في ثلج هنا. فالان لما امسك بريك هنا يكون خطر، ضروري انه لما امسك بريك ما يكونش قوي يعني خفيف على شويه
سيارة الثلج هناك في الجان. السيارات الآن اللي بتشوفوها سريعة بعضها اللي تسرع الآن مركبة للتواير اللي هي تبع الشتاء، رغم أنه حتى ولو مركب التواير تبع الشتاء ضروري يكون حذر أيضا يعني. وهذا شوفوا الثلج كيف ينزل، شوف شوف لما تمشي تحس السيارة. على مهلك تسوق على مهلك الآن، شوف هذا الطريق كلها ثلج الآن، ما هي واضحة ثلج كلها، فهنا تسوق يعني على مهلك يعني ما تسرع. الحذر يا جماعة في السواقة في وقت الثلج. الآن شوف طريق سوداء شوية صافية أيضا فيها ثلج، هذا أعتقد أنها عادي. بس ما تهور يعني، طبعا ضروري أول ما تشغل السيارة الصباح يعني أو لما تخرج من البيت ضروري أنك تدفيها شوية عشان أنها تدفى، ما تشغل وتمشي على طول، لأنه بعض الأحيان إذا أنت موقف السيارة خارج بتكون قديم غطاية أصلا بالثلج، فتشغلها تدفى شوية، ووقت ما أنت مشغل لها تنظف السيارة، تنظف الزجاجات من الثلج، في عدة تكون حق التنظيف ضروري جدا. أما بالنسبة للسيارة اللي هي موقفة داخل العمارة أو شيء زي كذا، مهما كان تدفيها شوية فقط يعني مش شرط يعني كذا. هذا احنا على مساجا رود مع إيجلينتون. التهور في السواقة في الثلج غير صحيح، في حوادث كثيرة بتحصل بالذات اللي يجوا يفعلوا لك الموسيقى وينفعلوا مع الموسيقى ويزروا زيدوا السرعة. زي ما قلنا لكم الطريق صافية شوية يعني، وسيارة كبيرة جدا ما نشوف سيارة هذه احذر لأنه إذا قرب منك هكذا وفحصة بسيطة خلاص حسيت السيارة. قدامك الضوء ما بيش ضوء يعني ما تحس ضباب. المهم يا شباب ضروري الناس اللي بيسوقوا على الثلج ضروري يكون عندهم عدة الثلج اللي هي عدة التنظيف، ويكونوا عندهم يكونوا مشتركين. مثلا انا مشترك في حاجة اسمها CAA، هذه على مستوى كندا كامل، تشترك تدفع اشتراك سنوي، اذا حصل شيء وقفت السيارة في اي مكان ولا اي شيء تتصل لهم يجوا يسحبوا لك السيارة من دون اي مبالغ تدفعها، لانه ما معك الا تدفع الاشتراك السنوي اللي هو بيكون حدود 99 دولار حاجة زي كذا. الآن تحاول تلف، لما تلف خفيف أيضا. شوف هذا ايش يدخل، خليه يدخل. يقول لك في التأني السلامة في العجلة ليش؟ ندامة. فهذا شوف كيف السيارات، كيف يعني الجو والهذا. فشكرا جزيلا يا شباب على متابعتكم، ان شاء الله حاولوا تنشروا الفيديو هذا على اساس الناس تستفيدوا ويشوفوا الموضوع كيف يتعاملوا مع الثلج والسواقة في الثلج. يا الله كيف الثلج، يا الله يا الله كيف الثلج، يا الله شو كيف الثلج كيف. هذا من داخل السيارة كيف مليانة الثلج، شو كيف الزجاجات مليانة ثلج. هذا القلابات اللي تنظف الشارع، نمشي وراها. أوكي في سيارة، تشوف الآن هناك في سيارة ماشية الآن، أوكي دفرت الإشارة مش. شوف كم ثلاثة قلابات كبيرة تنظف الشارع. شوف 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 شوف
يعني واحد يجي من هنا ينظف هذا، واللي هناك اللي قدام ينظف هذا المنطقة. كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. كل واحد ينظف جهة واحدة. الله. وهذا أعتقد أول واحد سيارة شرطة. أو لا، أو لا، قلب لا قلب قلب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. نزلنا على الخط السريع 403 هاي واي 403. اشوف السيارات هناك باللابات جالسه تنظف على اليمين الشارع.
فاليو ستريت، نحاول نحن نأشر ونمشي على مهلنا لان احنا بندخل الان ثلج. الطريق يعني ما هي صافية، بكون فيها ثلج على مهلك. انا اشرف على اليمين، ما في داعي اني اشوف مساحه بسيطه وامشي على طول على لف، لانه في بعض السيارات ما بيمسك بريك، يمكن تطيح السياره، يمكن تطيح سيارتي لما الف على طول. فاخلي كم الخط امن صافي ما عاد في سياره اطلع. ننتظر 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 شويه 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 نطلع 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 شويه. الآن في سيارة الثانية البعيدة، نطلع على شوية 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 نمشي شوية. أيوة خلص الآن هذا طبعا خط هورنتاريو، يعني 403 مع هورنتاريو، وهنا اللي على اليمين اللي هو السكوير 1. طبعا تحاول أن تشوف إذا الإشارة قد هي بتقفل، طبعا تشوف إشارة خضراء في هناك، الإشارة المشاه بيضاء، إذا شفت أنها حمرت بدأت تعد عد تنازلي وقربت من الواحد الاثنين، خلاص تحاول انك تهون السرعة لأنه بدي يقفل الإشارة ترجع لحمرة. تمام الآن هذا بخليني أنا هذا الخط أمشي أوقف. شوف الآن بوصل الجولة، أوقف على شوي شوي، أمسك البريك على شوي شوي. إنك تسرع وتوقف فجأة هذا أكبر غلط، لأنه يتحص على طول السيارة. اللي كيف السيارة
ما قدرش يلف على طول، لا خلى وسط الخط الثاني. هذا النزلة حق العمارة وما استرس. هذا النزلة هذه حق الموقف حق السيارة حق العمارة. ماشي نأشر هنا. فتح. يا الله استر علينا يا الله. شوفوا هذا الخط النازل وما استرس. أنا الآن بتمسك بريك. السيارة تضحص تهون على مهلك، لا تستعجل. شكرا جزيلا يا شباب، وشكرا جزيلا على متابعتكم اليوم للعاصفة الثلجية في تورونتو ومسيساغا 18 يناير او 19 يناير 2019. ونتمنى منكم ان انتم تشاركوا وتشتركوا في القناة هذه والاعجاب، على اساس ان احنا نتابع وننزل لكم فيديوهات عن الحياة في كندا. السلام عليكم.